لبان كون المصطفى رئيسا لكل من قد بدل روسا والقدماء فوق كل رقبة من استهار كل كل من قبى محمد مثال لم يأتي فيما مدى وأبدا لا يأتي سفت أن ربنا لم يرد مثلا له فمثله لم يرد لو سيادة له القناة يوم ألس ولد الصفا النبي والرسول والخليل وهو الحبيب والإمام والدليل هو النبي والرسول والخليل وهو الحبيب والإمام والدليل برأه البديع من خير جمال وسأله القدوس عن خير كمال كون النبي المنتقى محمد خير الورى المختار عند الصمد كون النبي المنتقى محمد خير الورى المختار عند الصمد عبادتي في السر والجهار لمالك في الليل والنهار عبادتي في السر والجهار لمالك في الليل والنهار عبادتي في السر والجهار لمالك في الليل والنهار أعبده لوجهه بالسكنة والحركات والجميع حسنا شهري ويومي قربة كسنتي لمن عن النوم على وسنتي رد الذي خلقه من ضرري لغيرنا بالحافز بدرري شهد لي ربي بأنه أحب لي من سواه والنبي بعد الأحب هدى بلا مشقة كل يدي من كان لي بعملي ونيتي رديت عن رب الورى بلا سقط وهو عني مرتد بخير قد رفع خطي شاكرا بفضله كل يدي وسانني عن خصمه ملكني كتابه واذكره عليه حبا وبحب اذكر ضيافة الباقي على من عافيا لي وسيرت حياتي صافيا الى سواي ينتهي الاضلال والنور والانذار والضلال نويت صغر في الجمال في الجهاد وسر مخلصا بليل ونهار شهدت ان الله ربي الاكرم وان عبده النبي المكرم هدية الباقي كفتني كمدى ولسواي في قما لم يحمدا رباني النافع فوق الكرما بلا افتقار
لمن لم ترما رديت عن مقدم قد قدما كليتي فسرت بسر القدما مد لي الواسع ما لم يسبقا لو من المنى وجيبي حبقا إلي قاد الأعظم الله الكريم وبالذين قال سوره أنوم نبى سوى مسرتي لغيري وبالرضا أكبر دامي بقاء ذي العز العظيم أبقى قد سبقا للملتقى يوزل ربي مني أبقى سرور أبدا بالمني زخر محامد جميع حامد بلا انتقال لمن كبال شكرت ربي ورب الأكرم ذا خدمة لمن هو المكرم شكرت ربي ورب الأكرم ذا خدمة لمن هو المكرم وجهت لله وجهي وجهي بالله.